النجاعة، يلزم النجاعة، مش ممكن على بولر والثالث. بقميص أرجنتين، بقميص البرتغال، بقميص الإسبان الثيران. الله جول. لاحظ النقلة الأولى، لاحظ المهارة، المهاري يتقدم، الرابع لألمانيا. فاول يا مان، شاف صفر اوروغواي. شوف الكرة، مسعود اوزيل مع التبي والراسي، هدف ثاني في الدقيقة 25. وتوماس مولر يسجل هدف ثاني للمنتخب الألماني، هدف السادس لهذا اللاعب مع المنتخب الألماني. عيد خروج غير موفق من حارس المرمى، كرة مقطوعة تصل لأوزيل، وزيل ايضا عالي، استلام على الهادي، والثالث هنا توماس مولر في الدقيقة 43. ايضا توماس مولر يسجل هدفه الثاني في هذه المباراة، توماس مولر ويسجل الهدف الشخصي لمحاولة البلوغ، لكن لاحظ الألمان ممكن يسجلون الثاني، لاحظ معي حتى في هذه اللقطة، خلاص سجلوا الجول الثاني، خلاص ألمانيا سجلت الهدف الثاني. الحلول حاضرة، اللاعب هداف حاضر، سجل ماريو جوميز لاعب خط نولر اللي بيشتكي من إنسية ويزونة نولر وضرب ورطة أمريكا شاتي جو 3-3 وطاك دادافيلي نولر 77 منوطة نولر 3-3. Причем спокойно давили, не спеша. مرشح لتحقيق الفوز في هذه المباراة رغم الغيابات العديدة في هولندا. هذا فاول ملعوب من جانب المنتخب الألماني. ألمانيا تسجل عن طريق مولر. مولر يعيد ذكريات جود ميلر في نهائي ميونخ عام 74. هدف ملعوب، هدف مدروس لمنتخب المانشافت. الوان تو فرصة الجول، مولر جول 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 جول. بعد خطأ فادي على مستوى وسط الميدان يستغل فرصة ملعوبة إلى مسعود أوزيل، تقدم في الأمام من أوزيل وتمريرة ملعوبة ما زالت أمامنا، تسديدة، يا سلام، يأتي الهدف الأول في قاعات للمنتخب الكازاخستاني، ولكن الهدف يأتي للألمان، هدف يأتي للألمان أول في المباراة عن طريق اللاعب شفاينشتايجر، ويا دوب تنفس الصعد الآن، هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الهجومية الألمانية تأتي أمامنا الآن؟ تسديدة، نعم هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الألمانية، العاصفة التسجيلية، الثالث يأتي عن طريق مولر، 3 أهداف عن طريق مولر. ظل الألمان صامتون ولكن الآن يصرخون بهدف وأطفأوا لهيب المدرجات ولهيب كوبوس. Chance for Müller. It's the equalizer. Paraguay bleeding for offside. But referee Ivan Bebek says no. And from that range, Müller makes no. In a Makura to tell it, Mashrua tell it, oh, there's a goal! Let's go! Goal! Müller, Al Khatib Al Saida, بثلاثية ألمانية في المرمى النمساوية مع الطوفان الألماني. بنفس الطريقة تهيئ الكرة ناحية لاعب فيليب لام، فيليب لام العرضية، الثالث نعم، هو الثالث والجول مولر. سيناريو ديربي ألمانيا النمسا يتكرر في مباراة جزر الفارو. ختام denied by Boateng. It's a good ball in. It's 1-1. The inevitable Thomas Müller. But they needed him.
how well Boateng did for this. They Ola Yemsi Muller goal. Tor de l'Allemagne. Le Shahin. الجمل مرة الثانية توني كروس والدفاع خطيرة والهدف الثالث عن طريق مولر. ما هذا؟ من أين لكم بهذا؟ من أين جاءتم بهذا؟ أين تعلمتم هذا؟ ليس خطيرة شكله اللعب لام هنات شولي يوزع كورة والهدف الرابع الهاتريك الألماني الهاتريك من مولر سجل التاريخ مولر يسجل سابع هاتريك عرضية خطيرة راسية جميلة ومرة أخرى جول هدف ألماني يصرح المنتخب الألماني من هناك الركنية في القائمة الثانية خطيرة جول 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 ميلر يفتح مجال التسجيل الألمان الدقيقة السلعة الكره سجل الاصعب وجماهير الاسكتلندية الكبيرة في ارضية الملعب خطيرة لازالت جول جول يعيد الفرحة للالمان عندما تستعصي الامور двое защитников. Удар по воротам 2-0. 44-я минута. Снова атака по центру, между прочим. Видимо, подустали футболисты сборной Грузии, особенно защитники и опорники к концу первого тайма. Вот это вот посильное Беларави, el gol de Thomas Müller. Se lo dio hecho, culminada por este hombre, Thomas Müller, 1-0, minuto 2. Через Мюллера, Томас Мюллер, 1-0 на користь німців, і Мюллер. Дуже легко шотландці дозволили створити цей момент. Чи був рикошет насправді? На Йоце, той продовжує на Беляраби, забиває. Це якраз інший, скажімо так, легіонер збірної Німеччини, Емре Джан. Це він виконав цей постріл, точніше постріл, це не була акцентована передача. Але вона! О! Балар лаба! Гол! 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 Томас Балар! А Роджина Леві Чана Муде! Вирашаха Габор Кірай! Ва Томас Мюллер! Ми дая Ашмед Леві Куран! Кен фір мутема фір кайма цене! يا ضحى في مرمى كابور كيراي خلص تعود الى اوزيل اوزيل نقلها يا سلام يا اوزيل الى مولر سجلها مولر فعلها مولر تقدم للمانشاب وكثر الدق بق الحام المنتخب النرويجي محاولات كثيره في ربع ساعه وصلوا الى الشباك سجلوا اول الاهداف هذا مولر يضع البصمة الأولى تحتاج عمل كبير وتحتاج نوعية خاصة من اللاعبين والهدف الثالث عن طريق المميز مولر المنتخب الألماني يضرب بالثلاثة بعد سلسلة من التمريرات And now Germany pushing forward with Mario Götze in towards Özil. Chance for Thomas Müller! Germany won, the Czech Republic nil, and it took less than 13 minutes for them to score. And Müller already has his third goal of this qualifying campaign. That's brilliant. It's brilliant. They do say teams are at their most vulnerable. Chief maker in the German midfield, Jonas Hector sliding that one in. It's three. Müller has his second goal of the game. Germany home and dry, surely. And Müller, right place, right. Recuperação de da equipa alemã e atenção, aí está Müller. Guarda-redes a ganhar aos pulinhos em fase de qualificação. Sim, mas veja-se, agora-se aqui uma possibilidade de contra-ataque por parte da equipa do مباشره الأخيرة على طول التحول بهذا التقبل. Müller, Thomas Müller.
قوية في مرمى دي خيا، وبالتالي الألمان يتعادلون، وتوماس مولر والابتسامة العريضة لاحظ خذها. And Thomas Müller really showing his gratitude. يرسل كرة عالية الراسية تأتي جول الله حينما تغيب الحلول يظهر أبو الحلول الكرة بالراس الله جول لمنتخب ألمانيا يسجل رويس عرضية الثامن الله 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 ثامن الأهداف داخل منطقة عرضية تأتي والضربة هو القائد رام again it's in front of Gundogan half cleared and into the back of the net Thomas Müller makes it 3-0 Germany